اهلا وسهلا بك زميلي عبد العزيز وايضا زميلتي نهى ولضيوفكم الكرام. مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين الكرام. مساء الوطن. في البدايه اسمحوا لي ان اتوجه بالتهنئه لسيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان بمناسبه يوم الوطن الذكرى 89 لتوحيد المملكة العربية السعودية. لا شك أن خلال 4 أيام الماضية الاحتفالات في جميع الأماكن في الرياض ومناطق ومحافظات ومدن المملكة العربية السعودية في شتى مناطقها وأماكنها الاحتفالات متواصلة، الاحتفالات التي شملت عدد كبير من الفعاليات المتنوعة والتي تستقطب الزوار صغارا وكبارا لاستذكار وايضا لمشاركه الزوار الكرام البهجه والفرح في مثل هاليوم. اقف انا حاليا في موقع مختلف في مطار الملك خالد الدولي، تحديدا في صاله القادمين رقم 2. يتوافد المسافرين القادمين من جميع جهات مختلف جهات دول العالم حاليا، وتحديدا في منطقه الجوازات. ينضم معي النقيب ناصر العتيبي المتحدث الرسمي باسم الجوازات للحديث اكثر حول ما يقدمونه للمسافرين. بالبدايه نرحب فيك النقيب ناصر، اهلا وسهلا فيك في قناه الوطن في يوم الوطن. بيودي سؤالك عن في مثل هاليوم، كيف كانت الاستعدادات منذ فجر هذا اليوم والايام القليله الماضيه، الاستعدادات والتجهيزات لمثل هاليوم في عملكم في الجوازات؟ هلا فيك اخوي ابراهيم، هلا في جميع الساده المشاهدين والمشاهدات. بدايه نهني مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين بهذا المناسبة الوطنية الغالية علينا والعزيزة على قلوبنا جميعا، ونسأل الله لهذا البلد وقادته وشعبه المزيد من الاستقرار والأمن والرخاء إن شاء الله. المديرية العامة للجوازات كعادتها سنويا وفي جميع المناسبات الوطنية ومناسبات الدول الشقيقة من دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا الدول العربية عادة ما تكون سباقة في المبادرات والتي تخص الاستقبال جميع القادمين بكافة منافذها ومشاركة الشعب السعودي وأيضا جميع القادمين إلى المملكة من كافة الدول العالم من خلال استقبالهم على كاونترات الجوازات، أيضا توزيع الهدايا والحلوى والهدايا العينية والورد بعد إنهاء إجراءاتهم. أشكرك على هذا المعلومات، شكرا لك. شكرا لك يا عم. طبعا هذه كانت الصورة لدينا في المطار، لا زالت الأعداد تتوافد للمسافرين في قدومهم للرياض. حاليا هذا ما لدي من معلومات. كان معي النقيب ناصر العتيبي الذي أوفانا بتفاصيل عمل الجوازات وتجهيزاتهم واستعدادهم في استقبال المسافرين في هاليوم الغالي على قلوبنا جميعا كسعوديين.